العمرة. أولا، إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة، وتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ولبس إزارا ورداء أبيضين، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب بشرط ألا تتبرج بزينة. ثانيا، ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء. ثالثا، إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة. يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة، ويسن الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالطواف، فإذا بدأ بالطواف قطعها. رابعا، إذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه، فيقصد الحجر الأسود فيستلمه، أي يمسه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر بدون مزاحمة، وإلا أشار إليه ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم ينحرف ويجعل البيت عن يساره، فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به قبل الحجر الأسود استلمه بيده اليمنى إن تيسر بدون تقبيل، ويطوف 7 أشواط، يرمل الرجل في 3 أشواط الأولى ويضطبع في جميع الطواف. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويذكر الله ويسبحه في طوافه، ويدعو بما أحب في خشوع وحضور قلب، وكلما أتى الحجر الأسود كبر ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خامسا، فإذا انتهى من الطواف صلى ركعتين وزار مقام إبراهيم ولو بعد عنه، يقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. ويسن تخفيف هاتين الركعتين كما جاءت به السنة، من أجل أن يدع المكان لمن هو أحق به منه. سادسا، ثم يطوف بالصفا والمروة، أي بينهما 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. والسنة إذا أقبل على الصفا أن يقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ليستحضر ذلك أنه إنما يسعى من أجل تعظيم شعائر الله عز وجل، ويصعد على الصفا ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويكبر الله ويحمد ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بعد ذلك، ثم يعيد الذكر، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة. والسنة للرجل أن يسعى بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا إن تيسر له، إن لم يتأذى أو يؤذي أحدا، ثم يمشي بعد العلم الثاني فيمشي مشيا عاديا. وإذا وصل إلى المروة صعد عليها واستقبل القبلة ورفع يديه وقال مثل ما قال على الصفا، فهذا شوط. سابعا، فإذا أتم السعي قصر من شعر رأسه يعمه بالتقصير، وتقصر المرأة منه قدر أنملة، وبذلك تمت العمرة
وحل من إحرامه، فيستمتع بكل ما أحل الله له قبل الإحرام من اللباس والطيب والنكاح وغير ذلك.